حسبك معارض كاهي والدنيا ياكو مشاك الدورشوين كاقرين كسومالي لان كودالي لي إنا ياكو سببو يهين دبودع كوي مي دورشوين كوكيلة يديغان كا إدوان لفلي إنا كاقب سومان قودهان سومالي لانا قدومياها قولها دحي حسبك سي مدني عثمان أفكابا يسيدا سي ورباهين توشيغي قدود الدورشوين كو وارون وي هلان وحان الشاقين لاي دورشوين كو حلو يدكو قب سومينين سيدا يوهد ليين وحكم موقتي إنا سيقلن ديريين عدي يدريينا ان يغل ويدين دونا عدي سيغلن كودريين وحانا كل با درنسن هاي ان مدحوين هنا واكي دوفاي حجكا ادي ان دمان ان اسغي مسلمين تكلا وحان الله كبرنا انو اعماش كا اقبلو ان لكن سيغلن كاسي وحان درنسن ان حكومه دو اي بخيساي سيده يو هادليان ان حكومه دو غدبيساي ان سيده هادليان ما يهن سي ان كو تلغل ايو اها عثمان أفكار قدوميها قولها دحية حسبك معارض كاهي والدني جيستك اللي وحاو حسبكو ذا كدفاعي إذا ما هلا لحريرين يكساب سان إنا يكو كدن بيينا دبو دعا كوي من دورشوين كوكيلة ذا يديغانك حسبك والدني هدي ودورشوين كدبو دعا يو وحو ماري لها ودوين كالو ماري لها لكن حسبك والدني استغو استعمال يا شروع ذا ودنك استغو استعمال يا حير لباتنا لبدي كوني يكو دي استغو استعمال يا ayaa wuxuu ka cawday commissionka doorashooyinka qaranku sida ay u maamuleen doorashadii 2017kii cabatinkaasi darteed wadadii saxda ahayd ee sharciga siinayay u mareen inay cabatinkooda u gudbiyaan madaxweynaha isla markaana madaxweynuhu uu talaabo ka qaado marka cidda doorashooyinka dib u dhigtay ama cidda hogseega sharci samaysay waa xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha Muuse Biixe Cabdi uu hoggaaminayo weeye xisbiga wadani mar laba taraf kama noqonin in ay doorashooyinku dib u dhacaan ugu dambeyn cismaan afkaab gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu si rasmi ah shaacay uga qaaday in shirki golaha dhexe ee xisbigaasi uu ka furmi doono magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheere bisha 9aad ee sanadkan 28keeda in shirki golaha dhexe uu qabsoomo 28ka sagaal iyo labaatanka bisha 9aad kana qabsoomo xarunta xarun goboleedka magaalada madaxda gobolka Togdheer Liban Cismaan Cali telefishanka sahan magaalada Hargeysa